هذا هو الذي يجب أن ينتبه إليه الناس ويأخذ العدة على الكتائب، أن يعني لابد أن يحصل بينها تواصل ويكون أمرها واحد وكلمتها واحدة ويشكلوا غرفة واحدة يرأسوا عليها شخص قادر عنده همة، مش يحطوا عليها شخص يعني ضعيف ولا هو نصفه معكم ونصفه مع حفتر. جربناهم في الحروب السابقة، حرب 2019، الغرفة غرفة العمليات من كان على رأسها نصفه مع المقاتلين ونصفه مع الطرف الآخر. لا تعيدوا هذا الخطأ يا حكومة، يا وزارة الدفاع، يا كتائب، لابد أن تختاروا شخص يكون عنده قوة وعنده خطة وعنده معرفة وعنده علم بالحرب، وأن تجمعوا كل الوسائل الممكنة وأن تتعاونوا في التجهيز وإعداد المسائل اللوجستية، يا مصرف ليبيا، يا رئاسي، يا حكومة، يا دفاع، يا أركان، لابد أن تقوم بهذا الأمر. يا مجاهدون، عدوا أنفسكم وعليكم أن تراجعوا أسلحتكم وتنظروا ما عندكم وتعدوا العدة، لأن عدوكم قريب منكم في سرت، يقوم الآن بالمناورات وسرق من الأموال ما سرق مئات، آخرها قلنا تزييف العملة، وقبلها تجير الأموال في المصارف